لوش بالميكرو استاذ خليل الشعوي، لاباس الحمد لله. في معرض الكتاب هي. كيف تراها الثنايا؟ القبول ضعيف. علاقتك بالكتاب قديمة جدا، ديما نقرا من انا صغير. يعني الكتاب هو اللي خلاك سياسي ولا كيفاش؟ اكيد اكيد المطالعة خلتني نهتم بالشأن العام. صحيح التونسي ما عادش يطلع برشا، هو من اصله ما كانش يطلع برشا. يقولوا للممارسات القديمه في عدم تصنيف برشا كتب، يعني حرموها من وجودها من تواجدها في معرض الفنان. ما نعرفش انا الحقيقه المساله هذه، ما طلعتش عليها. يمكن معناها، لكن شفت تنوع الحقيقه، ما شفتش معناها، شفت تنوع في الكتب. كتاب شيء مثل في عالمك توا، ما يعني بعد فتره ترويكا. هو معناها واحد ساعة يخليه يفكر، نزيد ساعات في بعض الكتب معناها يهرب، يهرب من الواقع، يهرب يسبح بالخيال. السياسة والثقافة يعني ثم ارتباط عضوي. ارتباط عضوي. السياسة بدون ثقافة معناها تخلف. أين أنتم أستاذ جديد؟ أين احنا؟ في تونس يعني العالم السياسي. أنا في المستشفى العمومي بالمرسى، معناها أعالج المرضى. بارك الله فيك.